صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين. اليوم رسالتي نزار داكس. نزار داكس، انت خويا لا مخول باش تكون وزير، لا مخول باش تكون طبيب، لا مخول حتى باش تكون مدون. فرش في فيديوهاتك في الاونه الاخيره وليت تؤمر في رئاسه الجمهوريه، ولا امر وليت تؤمر، هبط الجيش، هبط كذا. شنية سيفتك انت؟ سيفتك كمدون وكمواطن عادي كي المواطنين نسمعوك تعيط برشا وتزغرت برشا وتزغرتك المكسي، ونعرف وفهمت ولا، ونعرف خبزك، ونعرفك اللي تقلب الفيستا، ونعرف اللي يوما ما شجعت سفيان ناجي اللي نكل بالصفاقسية ونكل برشا ناس وتجاوز القانون وتعدى القانون، فهمت ولا، في صفاقس. وانت ما بطل صورة محليك سفيان، انت رجل طيب وكمل واصل، اللي هو في 10 سنين عامل مليارات وبنيات وفلوس زرقاء. ونهار اللي تكلمت على فساد، وانت انت نزار داكس حدك حد مواطن، بدك تعريف مواطن مقيم بالخارج. السلام عليكم. الحكم للشعب مش ليك انت لهنا باش تؤمر رئاسة جمهورية ولا وزارة معينة ولا تحب تطيح وزير ولا كذا. اخويا انت تجي تخدم على روحك، تهبط تحوش شوية فلوس، السلام عليكم، وتمشي تنتخب. اما اذا انت ناوي على منصب، نحن لك بالمرصاد حبيبي، لانه تاريخك الاسود لا يرحم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بليل يحييكم ويشد على ايديكم. السلام.